مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سؤال جريء. عنوان الحلقة الليلة هو الأزهر ونشر التطرف. بداية، أعزي الشعب المصري في 21 قبطي الذين ذبحوا على أيدي الإرهابيين الجبناء، وأعزي الكنيسة القبطية في مصابها الجلل، وأعزي كل حر يحب الناس ويحب الخير من أبناء أمتنا. ما حصل جريمة بكل المقاييس، ذبح أقباط لا لشيء إلا لأنهم مسيحيون، لا مسلحين ولا يحملون سيفا ولا أسلحة، مجرد مدنيين عزل فقراء ذهبوا إلى ليبيا لأجل لقمة العيش. فإذا بأيدي الجبناء تخطفهم، ومن الذي سلمهم؟ سلمهم أصدقاء مسلمين يسكنون معهم، أعطوا أسماءهم بالكامل، والبعض منهم سلمهم سائق مسلم بطبيعة الحال. لماذا أقول هذا الكلام؟ لا لأقول أن كل المسلمين إرهابيون، حاشا أن أقول ذلك. في الحقيقة الكثير منهم استنكر هذا العمل جبان، لكن لأقول أن ثقافة التطرف والكراهية ليست محصورة فقط في داعش وفي القتلة، بل هي متغلغلة في الكثير من شبابنا وفي أفراد مجتمعاتنا بسبب التعاليم التي نربيهم عليها، وبسبب تعليمنا للكراهية وبغض المسيحي وتكفيره ولعنه. هذه التعاليم أفرزت لنا ما نراه، والذين يرفضون هذا العمل من المسلمين هم يرفضونه بسبب إنسانيتهم لا بسبب دينهم. من الذي زرع الكراهية فينا تجاه النصارى يا ترى؟ من الذي علمنا أن ندعو على النصارى في المساجد وخطب الجمعة؟ من الذي علمنا أن النصراني كافر؟ لماذا تجد هذا التفكير منتشرا عند الباكستاني والأفغاني، وعند بوكو حرام في نيجيريا، وعند داعش في العراق وسوريا، وتجده عند الفصائل الإسلامية في ليبيا؟ ما القاسم المشترك بين هؤلاء؟ أليس هو الإسلام؟ على العموم، قبل أن أبدأ في مشاهدة الفيديو الأول الذي سنعلق عليه، أرحب بضيف الحلقة الأستاذ مجدي خليل. مرحبا بك. أهلا بك أخي رشيد. الأول خلوني أقول، مثل كل مرة حذفت مشاهد الدماء من المقطع، لكن سأعرض المقطع حتى نعلق عليه. شوف الفيديو. إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. All praise is due to Allah, the strong and mighty. And may blessings and peace be upon the one sent by the sword as a mercy for all the worlds. O people, recently you've seen us on the hills of Hasham and on Dabaq's plain, chopping off the heads that have been carrying the cross delusion for a long time, filled with spite against Islam and Muslims. And today, we're on the south of Rome,
on the land of Islam, Libya, sending another message. O Crusaders, safety for you will be only wishes, especially when you're fighting us all together. Therefore, we will fight you all together until the war lays down its burdens and Jesus, peace be upon him, will descend, breaking the cross, killing the swine, and abolishing jizya. And the sea you've hidden Sheikh Osama bin Laden's body in, we swear to Allah, we will mix it with your blood. فقال له يسوع: رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. ما أعظم الذي قال يا رب يسوع وهو يعرف أنه سيفقد حياته بعد لحظات، وما أجبن الذي يحمل السكين على شخص أعزل. تعليقك أخ مجدي. يعني أنت شايف الثبات، شايف البطولة، شايف الشجاعة، شايف الصلاة، شايف التمتمة الشفاة، شايف الصبر، شايف الهدوء، شايف الإيمان في كل اللي عملوه. يعني إحنا بصراحة بنفتخر بيهم، الناس دي يعني مصدر فخرنا، شباب مصدر فخرنا. ما فيش اتنين مسيحيين بيختلفوا على ان دول راحوا السماء. ما فيش، يعني المسيح نفسه قال يعني وهب لكم لا ان تؤمنوا فقط ولكن ان تتألموا ايضا. يعني حتى الألم هو هبة من عند الله، يعني ده هبة، يعني ان هو يتحمل بإيمان وان الله يقويه، دي هبة. انه يحصل على الشهادة ان يسير في طريق الجلجسة مع المسيح. وهم ماشيين، انا تخيلت طريق الجلجسة بالضبط، ما مجرد واحد كان يحط يافطة إلى الجلجسة. تتخيل أن المسيح ماشي معهم وحامل الصليب قدامهم، هم وراه، يعني هم يعني فولورز للمسيح، أتباع ماشيين معاه إلى الجلجسة بكل قوة. أنا شوف شفاف تتمتم، صحيح يعني ده يعني منظر محزن طبعا، وصحيح أن ربنا يعز أهليهم وأولادهم وأطفالهم، وصحيح أن محتاجين يعني دعم الناس دي، الأسر دي. طب كمان يعني الناس دي كانت العوائل الوحيدة لأهلها، يعني أنا يعني ناس فقراء ماشيين فقط لإعالة أهلهم، يعني لا مفيش. لكن طبعا اللي قرأ التعليقات على الفيديو، رسالة لأمة الصليب، يعني كراهية لكل ما هو مسيحي، الكنيسة المصرية المحاربة، يعني المصطلحات المستخدمة أيضا، يعني بس دي كلها المصطلحات موجودة. يعني دلوقتي تخيل مثلا لو قام واحد قتل كل الإرهابيين في العالم، كل الإرهابيين، وساب المنظمات الإسلامية والمؤسسات الإسلامية زي الأزهر والوهابيين ومش عارف الإخوان، مش هتطلع جيل تاني من الإرهابيين؟ طبعا. يبقى الحديث اللي قالوا ان هيجي عيسى ويكسر الصليب و و و ويقتل الخنزير ويضع الجزيه، مش بيدرسوه في الازهر؟ طبعا بيدرس في الازهر. طبعًا هذا طبعًا هذا الحديث صحيح، واي طالب ازهري لا يستطيع شيخ ان ينكر هذا الكلام، ولا الطالب الازهري العيل الصغير اللي في الاعدادي عارف الحديث ده، ان المسيح هيجي يكسر الصليب. طبعا وده معناه ان المسيح جاي لمهمه عظمى وهي كسر الصليب، فكسر الصليب شيء
الشيء مقدس. يعني عاوز يقولوا ان المسيح هيجي يكسر الفداء ويلغي اللي هو الشيطان. طبعا انت عارف ان الشيطان اكتر شيء ازعجه الفداء، ان المسيح قال قد اكمل على الصليب. دي هي كانت قمه مأساة الشيطان انه قال قد اكمل. لا بص اخ مجدي معلش، يعني انا لا اناقش البعد الروحي الان، انا اناقش البعد اللي فيه كراهيه، بعد انه عندما أعتقد أو عندما أعلم ابني أنه في شخص عظيم سيعود لمهمة مقدسة وهي كسر صلبان المسيحيين، وهو يعني أنا بعلمه اعمل زيه، دي مهمة مقدسة لازم أنت تتعلم أنه المسيح جاي يكسر الصلبان، اطلع يا ابني اطلع كسر صلبان. لا وهو إيه؟ أن المسيح جاي يكسر رمز المسيحية، الرمز المسيحية اللي هو جوهر المسيحية، ويسلم أتباعه للإسلام، ويسلم أتباعه للإسلام. أما التعليقات اللي طلعت من منظمات إسلامية أن مثلا من قتل معاهدا زي ما قال المفتي لن يرى ريح الجنة، يعني أولا ليه يعني لو قتل أي حد يعني في تناقض رهيب جدا. طيب أنتوا دلوقتي بتقولوا أن دول هل كل مسيحيين العالم معاهدين؟ لا مش معاهدين، بعض منهم معاهدين، وبعض حتى في خلاف على ان مصر فتحت عنوة او اسكندرية فتحت عنوة، طبعا ما فتحتش سلما. فبالتالي ما 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 الرسالة ان عندنا بس ناس مجموعة صغيرة معصومة من الدم وباقي البشرية مداحة. طب وهل مسيحي مصر في نظر الارهابيين الدواعش هل هم معاهدون؟ نو طيب فإذا أنت قلت من قتل معاهدا في نظرهم هم غير معاهدين، أقول لك حاجة، وفي نظرهم هم كنيسة محاربة. بالضبط. مين اللي قال؟ طيب مين اللي قال إن ده ما بيلغيش؟ مين اللي قال إن الكنيسة القبطية محاربة؟ مش طلعت من محمد عمارة وسليم العوة، سليم العوة اللي هو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والسلفيون اللي طلعوا بلافتات أختنا كاميليا. طيب مش هم وزغلول النجار الذي تهم الكنيسة بقتل وفاء قسطنطين، هم كل مش كنيسة محاربة؟ من علمهم أنه الكنيسة محاربة؟ كام واحد من شيوخ مصر قالوا أن الكنيسة القبطية محاربة وأنها أخفت وفاء قسطنطين؟ كام الجزء الأكبر من الشيوخ في مصر؟ الجزء الأكبر من الشيوخ. طب المحارب ده في الإسلام إيه؟ طبعا إيه مش يقتل المحارب في الإسلام؟ خلاص. طب أنتوا بتعزونا بناء عليه وأنتوا قايلين علينا أن احنا محاربين قبل كده، وإزاي يعني أشياء كتير. طيب أنا الموضوع في هذه الليلة هو عن الأزهر ونشر التطرف، طبعا بعلاقة بالأحداث طبعاً الموجودة. طبعا طبعا. أول شيء إيه هو الأزهر؟ ما هو الأزهر؟ يعني هل نتحدث عن مؤسسة؟ هل نتحدث عن جامعة؟ هل نتحدث عن مجموعة جامعات؟ هل عن رمزية فقط؟ إيه هو الأزهر؟ الأزهر حاجة كبيرة. تتحدث عن إذا بدأت عن جامع عمله المعز لدين الله الفاطمي سنة 970، يعني ده جامع شيعي اتعمل في الشيعة لما كانت مصر شيعية، واسمه الأزهر من الزهراء يعني إلى فاطمة الزهراء يعني، واتعمل الحسين يعني كلها دي يسموهم أهل البيت وأهل البيت يعني. يعني الأزهر كان شيعي في الأصل ومصر كلها كانت شيعية، وده اللي بيخليني بستغرب. يا شيخ الأزهر أنت كنت شيعي في يوم الأيام، بتكفرهم ليه؟ في لسه كتاب طالع من الأزهر سنة 2013 بيكفرهم، بيكفر الشيعة ويدعو لاستباحة دمهم، وزعوا محمد عمارة مع مجلة الأزهر. طب يا شيخ الأزهر ما أنت كنت مسيحي يوما ما مثلا جدودك. كنت مسيحي؟ يعني كنت مسيحي، جدودك كانوا مسيحيين ولم يدفعوا الجزية وتحولوا إسلام في ظروف قهرية. بقول له يا شيخ الأزهر وكل الأزهريين وكل الناس، أنتوا دخلتوا إلى الإسلام بالقوة ودخلت من الشيعة إلى السنة بالقوة. لما جاء صلاح الدين الأيوبي دمر دار العلم بالقاهرة، وكانت أكبر مكتبة في العالم الإسلامي، واحد أكبر مكتبات العالم، دمرها فيها كان 3 مليون كتاب، وحول المصريين بالقوة إلى المذهب السني مرة أخرى. بعد كم سنة؟ الفاطميين يعني بالتحديد يمكن مش عارف بالظبط عشان ما كنتش يعني عدة عقود يعني حكموا، كانوا 5 خلفاء فاطميين حكموا عدة عقود. فأنت كانت مصر كلها بالكامل شيعية، بالكامل كانت مصر شيعية واتحولت بالقوة إلى المذهب السني،
والأزهر هو تراث شيعي، وهو بقايا الأكبر، البقايا الرمز الأكبر للدولة الشيعية في مصر، يكون هو أحد الرموز الكبرى مع الوهابيين في تكفير الشيعة. يعني شوف التناقضات. الأزهر بعد كده أهمل، لما طبعا صلاح الدين أيوبي لما جه طبعا والأيوبيين وكده أهمل الأزهر عشان حولوا من الشيعة للسنة، إلى أن جاء المماليك والعثمانيين عادوا لاعتبار الأزهر وسعوه، وأوقف بقت فيه أوقاف كتير على الأزهر، وكان بيدرس فيه بعض العلم وكده. الحاجتين عملهم العثمانيين مهمين جدا جدا في العالم الإسلامي، هيتعرف في العالم الإسلامي بعد كده. أول حاجة عملوا شيخ الأزهر، ده منصب اتعمل سنة 1700 عملوا العثمانيين، وعملوا حاجة المفتي العام، عملوا المفتي العام في اسطنبول. يعني العثمانيون هم اللي عملوا منصب شيخ الأزهر والمفتي العام. المفتي العام الكبير كان في تركيا، وكان في مفتي في كل دولة. يعني هم عملوا فكرة الإفتاء. لك فكرة الإفتاء دي فكرة غريبة الشكل. يعني عارف السنة دي 2014 مصر طلعت كم فتوى؟ 520 ألف فتوى، بمعدل 1444 فتوى يوميا. إسهال في الفتاوى. معدل وفقا اللي أنا حسبتها ووفقا لساعات العمل في مصر، معدل 6 فتاوى في الدقيقة. ده واحد حتى لو ما عندوش يعني كل أي حاجة كلها. ألو على التليفونات، ألو أنا بقى في أسيس في الطريق وعربيته عطلانة، لا ما تصلحلوش، ده مش عارفة على معصية، ألو أدخل الحمام ولا بقى، ألو هكذا. التليفونات شغالة على 520 ألف فتوى، ده المنصبين. بعد كده سنة 61 اتعمل أزهر جامعة، وأضيف لها سنة جامعة دينية، وأضيف لها سنة 61 جامعة مدنية. واخد بالك الجامعة الأزهر هي أكبر جامعة في مصر. عارف فيها كم طالب الجامعة بس؟ 350 ألف طالب. يعني تأثيرها مش قليل. لا يعني. وثلاثة إلى أربعة مليون تلميذ في المعاهد الأزهرية. 25% من التعليم في مصر تعليم إسلامي. 25% تعليم إسلامي، هذا جبار. طب أنت اللي بتكون عندك 3 إلى 4 مليون تلميذ تحت، ده عندك ماكينة. ماكينة رهيبة. عشان كده خطورتها لما يكون عندك 350 أعلى جامعة في مصر، أعلى جامعة أعداد في مصر. طب كل من ناحية العدد. من ناحية العدد طبعا. وهي لم يخرج منها حاجة لها قيمة من ناحية العلم ولا نوبل، حتى لا تصنف ضمن الجامعات العالمية في الترتيب العالمي للجامعات. لا ما تصنف أي شيء. لا ترتيب إيه جامعي؟ طبعا أنت عارف ميزانية الأزهر والجامعة كله من ميزانية الدولة، ميزانية البعوث، مئات الملايين للدعوة الإسلامية، الدعوة ده غير ميزانية الأزهر ومدينة البعوث الإسلامية، غير أن الأزهر باني معاهد أزهرية في العديد من دول العالم. كله ده على حساب الميزانية المصرية المرهقة. شيخ الأزهر طبعا برتبة نائب رئيس وزراء. الغريب بقى في الأزهر أن ده برتبة نائب رئيس وزراء. طبعا الغريب في الأزهر أنه مؤسسة تتبع الحكومة زي السنة كده. ميراث أهل السنة والجماعة قائم على أن الحاكم تزاوج السلطة والدين. تزاوج السلطة بس. الشيخ يساند الحاكم، يديله الشرعية الدينية مثل السعودية اللي شفنا. هو تراث أهل السنة والجماعة كله من أوله كده. ما تطلعش عن الحاكم حتى لو جلد ظهرك وأخذ مالك. وفتنة حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. يعني الحاكم في كل الأحوال بويعة لا تسقط البيعة. مش كانوا لما مرسي قالوا إزاي تسقط بيعة وطلع الكرداوي ده بويعة. ده بويعة يعني لا تسقط، مش خطيرة مش انتخب، لا بويعة يعني البيعة لا تسقط. واخد بالك؟ أضيف للأزهر حاجة. يعني فالأزهر ده اللي بقول لك تبع السلطة إزاي. مثلا لما السلطة كان أيام عبد الناصر الاشتراكية، طلع الشيخ شلتوت كتب مؤلفات على الاشتراكية الإسلامية والإسلام والاشتراكية جه أنور السادات انقلب على الاشتراكية فجاء الشيخ عبد الحليم محمود كتب سبا في الاشتراكية، كتب في الاشتراكية والشيوعية، في نبذ الاشتراكية، في تكفير الشيوعية والاشتراكية، في يعني واحد نظر الاشتراكية وواحد نظر لكفر الاشتراكية. الشيخ عبد الحليم محمود ده اللي كفر الاشتراكية كان عضو في التنظيم الطليعي اللي عمله عبد الناصر. هو نفسه عبد الحليم محمود ده كان عضو في التنظيم الطليعي اللي هو بيروج للاشتراكية.
الشيخ احمد الطيب كان عضو في لجنه السياسات مع جمال مبارك، يعني هم في الاخر خالص. طبعا الشيخ محمد سيد طنطاوي لما طلع مبارك قال ده توريث الحكم ده شائع، راح كتب الشيخ محمد سيد طنطاوي سلسله مقالات في جريده اهرام عن الشائعات ومروجيها في الاسلام. يعني دول في الاخر خالص دول فئه تتبع السلطه شكلا ولكنها يعني تغير لونها. سيبوني أكفر العالم كله، سيبوني أنشر التخلف وأنشر الأصولية والتطرف وأنشر كل ده وأعمل أشياء تساندكم وأنا هساندكم. لما راح السادات، راح الشيخ عبد الحليم محمود راح وقابل كارتر عشان معاهد السلام، وقالوا بقى وطلع شيخ الأزهر وإن جنحوا للسلم فاجنح له، لكن لما كان بيحاربوا اليهود واليهود الكفار الذين الخونة ألا 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 يعني هكذا. اللي هو السوبر ماركت كل مرة يطلع لك منه ما يناسب. شوف مؤسسات الأزهر، عشان آخر حاجة عن الأزهر، الأزهر المجلس الأعلى للأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، دار العامة للطلاب الوافدين، مدينة البعوث، مدينة كاملة للمبعوثين، المعاهد الأزهرية الخارجية، الإدارة العامة للبحوث والتأليف والنشر، دار الكتب الأزهرية، دي كلها مؤسسات كبيرة، إدارة إحياء التراث الإسلامي، مجلة الأزهر اللي بيشرف عليها محمد عمارة المتطرف، اللجنة العليا للدعوة الإسلامية، فكلها مؤسسات، قطاع المعاهد الأزهرية، جامعة الأزهر، دي هذه كلها مؤسسات تتبع للأزهر، تتبع للأزهر. شوف قد إيه ضخامه الأزهر، ده إمبراطورية، إمبراطورية. إيه موقعه في الخريطة الإسلامية؟ يعني لو حاطين الأزهر إيه موقعه؟ الإسلام السني على قائم على أربع أعمدة مسكين العالم كله مسكينه. واحد الأزهر، أول واحد فيهم الأزهر، والتاني اللي بتنافسه في القوة وربما أقوى منه بأموالها اللي هي المؤسسة الوهابية بكل جامعاتها الإسلامية بكل معاهدها الإسلامية السعودية. والطرف الثالث المؤسسات الإسلامية الدولية الرسمية زي منظمة المؤتمر الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، ندوة الشباب الإسلامي، الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. دي منظمات تجمع كل المسلمين فهي منظمات رسمية إسلامية. والرابع حاجة هي المنظمات الإسلامية غير الرسمية زي الإخوان، المنظمات الإسلامية الإسلام السياسي، أو منظمات الجهاد الإسلامي اللي تنظم. كلهم دول هم أربع أعمدة. الأربع أعمدة دول بيؤمنوا بنفس الأفكار. يعني في جانب، خليني أقول أنه في تقريبا اثنين منظرين كبار يعني للنظري وفي المنفذين. بالضبط بالضبط. للنظري المروجين الكبار للكتلة النظرية هم الأزهر والوهابية. المنفذين كل المنظمات في العالم سواء كانت منظمات إسلامية رسمية أو غير رسمية. ده موقع الأزهر. يعني البعض يتهم الأزهر بنشر التطرف من خلال مناهجه. أنا شفت برامج كتيرة مؤخرا على القنوات، خصوصا القنوات اللي لا تملكها الدولة، القنوات الخاصة، القطاع الخاص، تتكلم عن مناهج الأزهر بالضبط، يعني تحديدا مش بس مناهج الأزهر. ده هم مركزين على مناهج الأزهر، كل ما في الأزهر يدعو للتطرف. أنا جاي الأزهر يقول أنا مؤسسة وسطية، أنا أدعو للإسلام الوسطي اللي هو لا متطرف ولا يعني ترك الدين كله، أنا جيت في النص. تعليقك، هل فعلا الأزهر مؤسسة معتدلة يعني تنشر مبادئ السلم والمحبة والسلام، أم أنه فعلا مثل ما يقولون الآن أنه هو مناهجه فيها التطرف؟ هو عنده الوسطية، يعرف بيقول إيه؟ يعني أنا بطبع النظرية وغيره يطبق، يعني أنا بدي شرعية عمل داعش وداعش تنفذه، واخد بالك؟ أدي الوسطية، مش بدبح بإيدي، أنا سيب غيري يدبح. طب أنا هقول لك أفكار الأزهر الأساسية وتقول ده وسطية ولا تطرف ولا إيه؟ الأزهر يؤمن ويسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية بما فيها الحدود. بما فيها الحدود، بل إن كذا مشروع قانون للحدود أيام السادات اتعمل في الأزهر. أوكي؟ يعني الأزهر يسعى لتطبيق قطع يد السارق والرجم والجلد. أنت تروح بعيد ليه؟ مش لسه قالوا على داعش أنهم مثل الذين المفسدون في الأرض يعني حد الحرابة يطبق على داعش، حد الحرابة يقطعوا يرجلهم. يعني مش هو دي حدود؟ يعني هو أساسه في الدنيا حركته مخه كله في الحدود. طبعا. في الحدود يقطعوا. يعني احنا ناقصين تقطيع وقتل وأطلع وأطراف وبتاع. ده يقطع من هنا وده يقطع من هنا، المزايدة في التقطيع والاعتماد على نفس النصوص طيب أول حاجة قلنا إن إحنا الأزهر بيؤمن بالحدود والشريعة كما أنزلت. أوكي. يؤمن بعودة الخلافة كركن من أركان مذهب أهل السنة والجماعة. يعني الأزهر يؤمن بالموضوع ده؟ لا يؤمن، ده ساعة طول تاريخه.
ده بيقول لك ان الخلافة شعيرة اسلامية. ده سنة 1925 فصل علي عبد الرازق وكفره وطلعه من الازهر ده. الازهر وشال منه شهادة العالمية عشان قال ان الاسلام ليس ديننا دولة وان مفيش حاجة خلافة وان الخلافة دي كانت ملك عضوض. راحوا على طول قالوا ده الخلافة جزء أساسي، أن جزء أساسي في الإسلام أن الإمام لازم يتعامل. وأقول لك بعد كده في علي عبد الرازق أن يجلوا بالتفصيل أشوف كفروه عشان الخلافة. طب ليه مساندين رئيس جمهورية؟ أه؟ ليه ما يطلعوش يعملوا خلافة؟ لا ما يقدروش. يقول لك لها سببين. أول حاجة السبب الأساسي زي ما قلتك هو تابع الحاكم، فإزاي هيطلع يقول اعمل خلافة والحاكم موجود؟ ما يقدرش يطلع على الوهابية. الوهابية اللي بتغذي كل العالم بأموالها. الوهابيين مش عاوزين خلافة طبعا. الوهابيين في السعودية مش عاوزين خلافة لأن هم بتوع بيت الحرام وهم خدام. طب ينادي بيها نظريا ويسيبها تطبيقيا ينادي بيها يعني يخلق نوع من 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 الشباب الحائر طبعا. مثل الدواعش الآن طبعا. هم شباب حائر يعني من جهة تقولون لنا الخلافة صح والحدود صح، ومن جهة تقولون لنا لا تطبيقها الآن وننتظر ومش عارف ايه ولازم يكون فيه ولازم. اعتبر فرض بسيط، داعش دي سيطرت على العالم الإسلامي وعمل، وأبو بكر البغدادي أعلن نفسه خليفة بعد ما سيطر على 23 دولة مثلا. أول واحد هيعترف بيه الأصل طبعا. ليه؟ لأنه اعترفوا بالطالبان. مش القرضاوي نفسه والأزهر ما أدنوش طالبان وكانوا بيتكلموا عنهم كأمير المؤمنين وعن الإمارة الإسلامية، وإن القرضاوي الشيخ الأزهر اللي هو شيخ أزهري كبير عمود من عمادة الأزهر راح زار الملا عمر وقال زرنا أمير المؤمنين الملا عمر وتحدثنا في الإمارة الإسلامية على موضوع الهدم التماثيل ولكن لهم رأي آخر، هو اقتنع برأيهم. هم احنا قلنا لهم عشان ما تسروش العالم علينا بس هم لهم رأي آخر، يعني رأيهم الإسلامي صح. وفي الآخر خالص وافقهم على الهدم، يعني ما قالش ان ده منكر، ان اللي عملوه منكر. طيب يؤمن بالناسخ والمنسوخ، يعني أي حاجة كويسة اتنسخت. الأزهر الآيات المدنية نسخت آيات السلم المكية. الأزهر بيدرس لطلبته الناسخ والمنسوخ. الأزهر يقول أن البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله بعد القرآن. يؤمن ويدرس في الأزهر فقه الولاء والبراء ودار الإسلام ودار الحرب. يدرس في الأزهر فقه الولاء والبراء. أي طالب تلميذ يعني تكره النصارى واليهود ولا ولاء لهم، فكر الكراهية يعني فكر يعني. وده عنده 3 إلى 4 مليون تلميذ و 350 ألف طالب في الجامعة. طيب الأزهر حارس للتراث السني كله بكل الكتب اللي انت طول الوقت تنبش فيها وتطلع منها بلاوي دي، الأزهر حارس ليها وبيقول انها صحيحة وانها بتاعتنا وان هي كده الإسلام وان ديننا كده. لدرجة قال لهم يعني حتى رئيس الجمهورية السيسي قال لهم يعني ايه ده فكر، يا في النهاية ده فكر انتم مطبقين عليه كده وحاطينه وحاضنينه ليه؟ في النهاية ده فكر بيكفر الدنيا كلها. بس الأزهر حارس لهذا الفكر كله. الأزهر لديه نظرية شاملة في التكفير، يعني هي مؤسسة تكفيرية، ومن يختلف مع نظريته في التكفير يكفر. يعني لو اختلفت ان اليهود والنصارى كفار انت كافر، يعني لو جاء مسلم وقال ان اليهود والنصارى ليسوا بكفار يكفر الازهر يكفره. من لم يكفر الكافر فهو هو كافر. الازهر يكفر الفكر مهما كان سلميا وحضاريا ويتسامح مع الفعل مهما كان همجيا. يكفر الفكر طول الوقت. هتشوف بقى اجيب لك امثله لتكفير الفكر ده. يا ريت. واو. يعد مركز رئيسي من مراكز صناعة التطرف والإرهاب في العالم. الأزهر يدعو إلى قتل أصحاب الأديان وقتل أصحاب الأفكار. قتل أصحاب الكلام الأديان الكلام ده عندك دليل عليه؟ طب ده دليل. ده أنا أقول لك قتل أصحاب الأديان، أنا أقول لك 3 فتاوى من الأزهر ضد المسيحيين. أول فتوى عملها في الثمانينات شيخ الأزهر جامع جاد الحق علي جاد الحق، قال أن المسيحيين واليهود ينطبق عليهم لفظ الكفار ولفظ المشركين ووضع الكفار ووضع المشركين، في بحث مستفيض نشره في جريدة الأزهر ردا على الإمام مسجد باريس الكبرى.
عبد الحليم محمود هذا الرجل اللي كان متطرف جدا قال لك في كتابه الإيمان بالله أن المسيحيين أشبه بمرض خبيث معد وعلى المسلمين أن يضطهدوهم ويذلوهم حتى يجبروهم على الدخول في الإسلام. الشيخ الأزهر الحالي طلع على التلفزيون المصري في القناة الأولى وقال نعم المسيحيين واليهود كفار وهو يعني يعرف معنى لفظ الكفار ووضع الكفار. ولكن أخذ يتلاعب وقال هو كافر بالنسبة لي وأنا كافر بالنسبة لي. هو ما هو سامح محمد عماره ينصر كتاب فتة التكفير اللي قال ان المسيحيين واليهود اللي اتنشر مع مجلة الازهر اللي بتتباع ب 2 جنيه المجلة مع الكتاب يعني وزع توزيع كبير وقال ان المسيحيين واليهود كفار والكافر في الاسلام هو مباح الدم وخالد في النار استباحة الدم والخلود في النار يعني دعا إلى قتلهم. الأزهر دعا إلى لسه في كتاب نشر 2013 عن الشيعة كفرهم واستحل مالهم وأموالهم وغيرهم. الأزهر نشر الشهر اللي فات كتاب عن حقوق الرسول بيقول لك أن من يقول أن الرسول مات وهو غير ملتحيا يقتل. أما بقى نص الكتاب اقتل 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 أي لو قال على الرسول كذا يقتل لو قال كذا يقتل. حتى لو قال أنه غير ملتحي يقتل أن الرسول مات غير. فالأزهر بالنسبة للمسيحين واليهود يعني نعم. طيب فيها أسئلة كتير يعني أنا بصراحة الكثير من الكلام الذي قلته أول مرة أسمعه يعني إنه لا 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 أنا شفت الفيديوهات بتاع الأزهر على القناة الأولى وقال إنه لكن عرف التكفير إنه نسبي أنا كافر بالنسبة لا يعني له وهو كافر بالنسبة لي ده بوضوح هقول لك بقى من مكالمة الأول أنا جاي لكن خلينا نبدأ في أخذ المكالمات الأخ يوسف من أمريكا أهلا بك مرحبا أخ رشيد مرحبا تفضل أخ يوسف نرحب ضيفك الكريم الأستاذ مجدي أشكرك السؤال موجه للأستاذ مجدي أنا حقيقة معجب بك جدا وأحترمك جدا لأن تستحق الاحترام إنسان ذو ثقافة عالية أنا أقدر أقول لك أنه أي مسلم موجود بأوروبا أو بأمريكا مثل ما تفضلت هو في حالة حرب أي مسلم يؤمن بالقرآن يعتبر إرهابي لأن القرآن أي مسلم يعني بالتعميم بهذا اللفظ ما دام يؤمن بالقرآن القرآن ده يعلمه صورة التوبة خمسة قاتل اقتل المشركين 29 قتل النصارى واليهود صورة محمد 4 وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب صورة مائدة 17 وقد كفر الذين قالوا أن عيسى هو الله لكن بعض المسلمين يتعبدون به في الصلاة ولا يريدون تطبيقه في حياتهم ما يجوز القرآن الله ما تدى يقول له اقتل إذا ما قتل يعني مدى يسمع كلام الله اثنين أعيدك إلى كتاب فكر الكراهية في المساجد الإسلامية كتاب قيم جدا وصغير موجود عندي قرأته ده يأكد على أنه الحكومة الأمريكية راحت إلى المساجد الإسلامية الموجودة في نيويورك شيكاغو وبوسطن طلعت هواي وثائق مرقمة الصور رقم واحد منهم رقم 44 45 38 جميعا تدعو إلى قتل المسيحيين وعدم التكلم معهم يتكلم معهم فقط في شيء واحد حينما يدعو للإسلام واللي مول هالشي هذا كان بندر بن سلطان الكتاب ده يقول ما أنا موجود بالكتاب وتقدر تقرأ أنا بالحالة هاي إذا أمريكا وأوروبا تريد تخلص من المسلمين ماكو داعي تقتلهم أو تسجنهم لا يا بنتو مسلمين دا تصوموا صلون معروفين المسلم اللي ما يؤمن بالقرآن بحث آخر أنتم دا تؤمن بالقرآن أنتم دار حرب تفضلوا اطلعوا وكل شيء ذات مكانه تقدر تجاوبني بس بصورة صحيحة وبدون أي مشاكل تهرب من الموضوع وأكون شاكر جدا تفضل أخ مجدي سؤال يعني ليك السؤال لي أنا أشكره طبعا على التوضيح ده لكن عاوز أقول حاجة أنا مش متفق معاه أن كل مسلم مؤمن بالقرآن هو إرهابي ليه بقى أنا كتبت مقالة اسمها صناعة الدين الخاص يعني بقول أن وكتبتها عن الكاتب الإسلامي العظيم حسين أحمد أمين وعلى فكرة أنا أتفق معك فرق قلت إزاي بقى قلت أن في مسلم
بيصنع دين خاص لي ان ياخذ من الايات القرانيه ما يتناسب مع انسانيته. سلكتيف انا بسميه سلكتيف اللي هو الاسلام الاختياري اللي هو انا اختار بعض الاشياء مثل مثلا شخص طيب مسلم طيب يقول لك بص انا هاخذ من الاسلام الصلاه والصوم ماليش دعوه بالشيء الثاني. ما تخصنيش ايات القتل. انا مالي اللي كان عاوز يعمله محمود محمد طه رسميا. ففي كتير من المسلمين واخدين بضعة أشياء بس. مثلا بنت ملتزمة طبعا. تريد فقط بتروح للشغل وبيتهم تريد الصلاة والصوم ووضع الحجاب ووضع الخير بس ما فيش حاجة مش إرهابية خالص. ففي مسلمين رفضوا الكثير من الإسلام لكن الفكرة هو الخلط بين المسلمين والإسلام. ما فخلت ما لا لا يجوز. فالإسلام تحدده نصوصه ورموزه. طبعا لا يجوز. هقول لك حاجة اللي ياخد اللي أنا بقوله اللي ياخد الباكج دي كلها. لو أخذ الإسلام كله. وآمن بيها. وسعى إلى تنفيذها. هذا داعش. ده إرهاب. ده داعش. ده داعش. ده أخذ التراث كله وسعى إلى تنفيذه. أنا أتفق معك. المسلمين لا نستطيع أن نتهم كل مسلم بأنه إرهابي. ما عشان كده أنا كتبت مقالة صناعة الدين الخاص لي إن عمل دين خاص لنفسه بعيد عن الإسلام اللي هو صدقني الكثير من الناس أصدقاء وغير أصدقاء حتى في العائلة البعض منهم حتى لا يصلي يعني لا يصلي إطلاقا يعني هو حكم الإسلام فيه إنه كافر إنه مش مسلم يقتل لكن هو محسوب على الإسلام والكثير منهم حتى يسكر ويشرب وهو محسوب على الإسلام. لا يا أخي رشيد بس مش أنا هضيف لك كمان وكثير من الملتزمين الإسلاميين زي ما بقول لك صنعوا دينا خاصا بمعنى خدوا بعض ما يناسب إنسانيتهم بعض ما يناسب إنسانيتهم. وفي ناس عايشين في الغرب بحياتهم يعني لكن هو يقول لك أنا مسلم يعني لما يجي رمضان يصوم لكن بقية السنة هو مثل أي إنسان يعني فيش أي مشكلة. متفق معك. فالأخ أبو مريم من الكويت تفضل. بونسوار مسيو رشيد كيف الحال يا رشيد؟ بونسوار اهلا 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 اخ ابو مريم سافا تخبي سافا دكتور مسيو بالبرنامج الشيء مشجع كيف حالك يا مجدي؟ تمام لو تقدر بالعربي حتى يفهم كل الناس لانه عندنا مشاهدين كثير لا يفهمون الفرنسي ما في مشكله انا عندي سؤال يعني طبعا ما حدث في ليبيا انتقده كل الناس حتى المسلمين انتقدوه وكثير من المسلمين بس أنا عندي سؤال هل يستطيع الذين يدعون التسامح وانتقدوه من العالم الإسلامي هل يستطيعون أن يدعو لهم بالرحمة في الجوامع وإن لم يستطيعوا ذلك فذلك يدل على ماذا هذا هو سؤالي هل فهمت سؤالي؟ شكرا أنا فهمتك هل يستطيعون الدعاء بالرحمة للمسيحيين؟ لا ما يزعشش أيوة في الجوامع ليس لا بينهم سؤالك يضرب ولكن في الجوامع في الأزعية هل يستطيع أن نقول الله يرحمهم لأنهم جابوا دعاء هل يستطيعون ذلك؟ وإلا في مقتل فذلك يدل على ماذا؟ وشكرا يا سيد رشيد شكرا. سؤال حلو عاوز أقول لك حاجة إحنا نقول نشوف في مناهج الأزهر مش بس ده اختلفوا في مناهج الأزهر على كفر وهلاك أطفال الأهل الذمة فقالوا إن أطفال الأكثرية كما قال الإمام الشافعي قالت إن الأطفال البيبيهات خالدون في النار أطفال النصارى واليهود فإزاي يدعو لهم بالرحمة دي مسألة منتهية هم شايفينهم كفار وأنهم في الجحيم كل واحد إحنا شايفينهم رايحين السماء هم شايفينهم رايحين الجحيم كل واحد باختياره الأخ سعود من السعودية تفضل السلام عليكم السلام عليكم تفضل كيف حالك رشيد نشكر ربنا أنا في كلامتك عن تعطيك مبدأ قصة قصيرة بشارك معكم الموضوع نعم تفضل لأنه محظوظ قوي يعني أنا يا أخوي أنا كنت مسلم يعني طالب علم مجتهد ملازم كبار العلماء في بيوتهم ومساجدهم ويعني التي يعني الآن منعد التي سببت الحادة هي يعني حقيقة الولاء البراء وهي أول شيء يعني وثاني مسألة القدر فهذه أهم الأسباب من غيرها الكثير الثانية ما هي؟ يعني أنتم مسألة القدر مسألة القضاء والقدر نعم أنا كنت أعمل فيها بحوث في الكلية ويعني اكتشفت يعني تضارب فيها فيعني
أنا شفت برنامجك يعني تابعته عن يعني الرد على معجزات نصف القمر يعني انشقاقه وأيضا السؤال المعرض يعني شفتك يعني رديت عليها رد يعني قوي جدا وأيضا مناظرتك مع الشيخ المسلم يعني عندما ناظرت عن صلب أم شبه لهم يعني شفت أن حجته يعني ضعيفة جدا جدا يعني لا ترجع بحجتك حجتك يعني صحيح 100% أنا لا أتكلم يعني كان أريد أن دافع عنكم يعني سيحين أو شيء لا أشكره إنصافك يعني منطقة جدا أشكرك نعم فأنا يعني بالحقيقة أعجبت المسيحية يعني فتقريبا يعني بفضلكم يعني ويعني قرأت عن المسيحية وسألت أصدقاء المسيحيين عندنا في المنتديات للحاجة على الفيسبوك وسألت يعني وقلت كيف المسيحية وما رأيك وسمعت قصة المسيحي يعني الذي يعني كنت يعني أشاهد بأنه يعني يعني تقريبا يعني أفضل نبي يعني قد شاهدته في الإسلام في بعد الإسلام يعني معجزاته خلاقة يعني محبته فيعني رسالة المسيح كانت المحبة رسالة الإسلام كانت يعني الولاء البراء العداوة البغضاء صح فشتان بينهما وعلمت المسيحية ولا تعجب ولا تتعجب أن يكون مسيحيا يعني في الفترة القريبة أنا أشكر صراحتك وأنت في الحقيقة تخاطر بنفسك حتى تتصل بنا وتعطينا هذا الكلام كلام صادق من القلب أتمنى الكثير من المسلمين يعرفون هذا الأمر لا عندي لا سأربح أنا من أن هم يصيروا مسيحيين ولا سيربح أي شخص وتكلم عن الربح المادي لكن سنربح أنه ربحنا شخص من فقه وثقافة الكراهية إلى نادي الإنسانية كما يقول أخ مجدي أو فكر المحبة ثقافة المحبة ثقافة التسامح ثقافة حب الآخر والتضحية من أجل الآخر فهذا هو الربح الذي عندي وهذا هو ما نريد يعني ياريت كل واحد يترك جانب التعصب جانب أنا أغلب هذا أو أنا في موقع المواجهة والمقابلة ومن سيغلب الثاني تنظرون ماذا أنتج لنا فقه الكراهية تنظرون بأعينكم اتركوا يعني نظريات المؤامرة يعني لحد الآن يعني شيء مقزز طبعا طبعا شيء مقزز أنه يطلع واحد ويقول هذا فيلم أمريكي يعني عائلات الأقباط محروقة في مصر يعني امرأة يعني كبيرة في السن وتقول أنا أطلب الغفران لقتلة ابني طبعا واحد طالع هذا فيلم أمريكي هذا في يعني خلي عندكم قلوب على الأقل خلي عندك قلب يا سيدي دافع عن إسلامك لكن خلي عندك قلب هم بيشعروا بالعار من هذا حدث تحت إسلامهم فلازم يطلعوا حد تاني ده جزء من استراتيجية الدفاع اللي شفناها في كتير في التاريخ الإسلامي الإنكار الإنكار وإلباس التهمة لغيرهم يعني كل شيء هو اسمه ايه البغدادي ده واحد صهيوني اسمه مش عارف ايه وانه حطه وكذا وكلينتون في كتابها كتبت اخترعه مش في المشكله انه انا قرات الكتاب وشوفه موجود بس الكذب هو يقول لك ايه انا هكذب على عدد كبير مش هيقراوا الكتاب عندكم جريده الفجر كتبت الموضوع ده كذب في كذب يعني جرائد مفروض انه عندها مهنيه وترد لهذا الكلام ما فيش بتكلم عليه ما فيش مهنية الحرق الطيار ده فيلم امريكي طبعا طبعا كل يعني وذبح الاقباط ده فيلم امريكي اتركوا نظريه المؤامره الانكار لا ينفع تعرف انا بحس انه حاله نفسيه طبعا صدمه مثل شخص مات عنده عزيز عليه اصبحت مرض تماما مرض نفسي طبعا وجالس كل الوقت ويقول هو لم يمت طبعا لم يمت طبعا انا اتخيل طبعا هذا فيلم هذا حلم طبعا هي نفس الاسلام صدم فيه المسلمون المسلم طبعًا. العادي طبعا فكل الوقت هذا ليس الاسلام لازم يبرئوه انا مصدوم هذا ليس الاسلام هذا فيلم امريكي لازم يبرئوه لا 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 هذا ليس الاسلام هذا اسرائيل والصهاينه طبعا طبعا فأنا حاسس فوقه من الصدمة فوقه من الصدمة فوقه من هذا الـ هذا الـ 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 هذا الـ 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 يعني بسميه مرض نفسي فوقه من هذا المرض النفسي مرض الإنكار اصحوا لأرض الواقع نصوص وإخراج طبعا طبعا سيناريو وإخراج تطبيق نظرية وتطبيق أريد أن أعود للأزهر طبعا
المسيحيون واليهود في مقررات الأزهر. خلي بالك طبعا دي تلال. أنا بس المصادر اللي أنا جايبها من الأزهر اللي بتدرس على الطلبة الصغيرين إعدادي وثانوي. 5 كتب واخدت منهم الحاجات دي. الرود المربع بشرح زاد المستنقع. الاختيار لتعليل المختار. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. الشرح الصغير أصول الفقه للثانوية الأزهرية. فيها إيه؟ فيها إيه؟ فيها بلاوي. فيها بلاوي. الناس عارفاها وهم عارفينها. للمسلم أن يفقع عين الكافر أو يقطع يديه ورجليه وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه وكذا لو قطع يدا ورجلا. الإقناع في حل الفظ بشياء في كفاية شر الكافر. إزاي يعني ممكن تقطع يده ممكن تفقع عينه. 2 ألا تبنى كنيسة في الإسلام لأن إحداث ذلك معصية فلا يجوز في دار الإسلام، فإن بنوا ذلك هدم ولا يجوز إعادة بناء كنيسة قد انهدمت وبالذات في مصر. مركزين بيدرسون ودي مقررات تدرس للإعدادي والثانوي. إعدادي والثانوي. إعدادي والثانوي لطلبة صغيرة. إذا اتبنت كنيسة اهدمها طبعا. وأنا لو خرجت 350 ألف طالب وخرجت 3 مليون بهذا الفكر يعني ثم أقول ما تبنيش، ولو اتبنت هدها وخاصة في مصر ودرسها لهذا الكم الهائل من الطلبة وشوف التراكم بقى على مدى 50 سنة ولا شوف التراكم أعداد قد إيه طلعوا من الأزهر. ثم يقولون لماذا يوجد داعش وهذه لا تمثل الإسلام. يا سيدي أنت شوف بس كمل. يجوز الاستنجاء بالتوراة والإنجيل لأنها كتب محرفة وغير مقدسة. يجوز الاستنجاء طبعا تعرف الاستنجاء يعني. أما غير المحترم كالفلسفة والتوراة والإنجيل. قتال الكفار واجب على كل رجل عاقل صحيح حر قادر، ويجوز قتال الكفار بغير إنذار وبغير أن يدعوهم لدين الإسلام لأن شيوع الإسلام قام مقام الدعوة إليه. يعني تقتله ما تفكروش، ما تدعوش للإسلام، اقتله على طول. اقتل المسلم والمسيحي والناس دي اقتلهم على طول. مش هتغلط لما دعتهمش الإسلام وانت رحت قتلتهم مباشرة، مش غلط عليك لأن شيوع الإسلام. طيب ده في منهج أصول الدين ثالثة ثانوي. منهج أصول الدين. أصول الدين. أصول شايف كلمة أصول إنك مش حتى فروع يعني. أصول الدين. إنه يجوز استعمال أواني الكفار إن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب. يعني الكفار ممكن تستعمل الأواني بتاعتهم في فقه استخدام في بس لو كانوا نجسين زي أهل الكتاب. يعني نجاسة أهل الكتاب تفوق نجاسة الكفار والمشركين الآخرين. خلي بالك في دي. طيب تكره الصلاة في الأسواق وفي الحمام وفي المزبلة وفي الكنيسة وهي معبد النصارى وفي معبد اليهود ونحوهم من أماكن الكفر. ده بيدرس لطلبة مبطلات الصلاة. ده تحت مبطلات الصلاة. يجوز الحجر على الصبي والمجنون والسفيه والمبذر والعبد الذي لم يؤذن له بالتجارة وعن المرتد عن دين المسلمين. إن المحظور هو أي شيء محرم مثل عمارة الكنائس ونحوها من متعبدات الكفار أو كتب التوراة والإنجيل أو السلاح لقاطع الطرق لأن أعان على معصية. إن حد السرقة قطع اليد لا يطبق في حالة سرقة مزمار وصنم وصليب وطنبور لأن التوصل إلى زارة المعصية مندوب يعني إليه. لاحظوا حد السرقة لا يطبق على وذكرت كل الحالات منها سرقة صليب. طبعا ما فيش حد لأنه أنت سرقت شيء شركي أصلا طبعًا يعني طبعًا. فأنت بتساعد على إزالة الشرك طبعا. يعني لو أدخل كنيسة وسرقها أو واحدة عندها صليب ذهب اسرق طبعا طبعا ده ما احلاه انه يتسرق. ده او مثلا في كنيسه صليب قديم اثري طبعا سرقه. كل ما في الكنيسه ده لا يطبق عليه الحد. لا يطبق عليه حد السرقه في ده في منهج الازهر. لا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي لان المسلم لا يقتل بالذمي والحر لا يقتل بالعبد. طيب لا يصح بيع كتب الكفر والتنجيم والشعوذه والفلسفه مثل التوراة والانجيل. حرام. يكره إخراج أهل الذمة للاستسقاء. يعني لما تكون عامل صلاة استسقاء لو في مصر مثلا ما فيش مطر ولازم يكره خروج المسيحيين يدعوا أنه ربنا ينزل المطر لأنهم ربما كانوا سبب قحط البلاد كما قال الإمام الشافعي. الإقناع في حل الفظ بشجاع ده اللي بيدرس على ربما كان هم السبب في الجفاف في قحط البلاد كلها مش الجفاف بس. فانتوا ما تستسخوش بيهم. لا ما اوعى تدعوهم لما تطلعوا صلاه الاستسقاء ما تاخدوش مسيحيين معاكم. ده مشكله. كفر اطفال اهل الكتاب زي ما قلت لك واختلف العلماء فيهم وازماته فقال الاكثرون انهم في النار.
تعطي الجزية من الكتاب على وصف الذل والصغار ويقول أنا له أعطي الجزية يا عدو الله ويكون المسلم. استنى علي شوي اقرأ ممكن بالراحة علي عشان أتابع معك. طيب. تعطى الجزية من الكتاب على وصف الذل والصغار يعني يكون ويقولون له أعطي الجزية يا عدو الله. يعني اللي بياخد منه يقول له تعالى يا كافر يا عدو الله اعطي الجزية. ويكون المسلم الجابي جالسا والزمي واقفا ويأخذ بتلبيبه يعني يمسكه من هنا كده ويهزه هزا ويعمل له كده ويقول اعطي الجزية يا عدو الله. ده في مناهج الأزهر. مناهج الأزهر بما أن الإساءة تقطع عروق المحبة. الإساءة بتقطع عروق المحبة لما تسيل لواحد يجب الإساءة للكفار لهم وعدم الميل القلب لهم وقطع عروق المحبة معهم للزميين. أنا بس ده بقول لك جزء بسيط. أخمينا من مصر معلش. جزء بسيط جدا 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 جدا. شوف أخمينا تفضل. ألو أخمينا تفضل. أنا بس كنت عايز أعلق على نقطة أو مصطلح الإسلام المعتدل أو الإسلام الوسطي. أنا كنت بعترض على مفهوم الجملة دي نفسها أو الكلمة دي نفسها. هي أساساً كلمة غلط وملهاش وجود. يعني مثلاً ما أجي أقول الإسلام الوسطي دي معناها أن أنا أصلي 3 صلوات مثلاً بدل 5. صح. أصوم 15 يوم في رمضان مكان 30. أجي في الزكاة لو أنا عليا زكاة 100 جنيه أدفع 50. واحنا عملنا حلقة أنا والأستاذ مجدي زمان عن هل يوجد إسلام معتدل وإسلام متطرف. وكانت الفكرة منها أنه الإسلام المعتدل هو الإسلام المقصود منه لكن هو إسلام واحد. المقصود المسلم الذي يصلي ويقوم بالشعائر فقط. فإذا قام بالسياسة دخل الإسلام المتطرف لأنه صار بيطالب بالتغيير وبالتغيير الحاكم وبالجهاد وبفرض الشريعة بالقوة إلى آخره إلى آخره. هو مصطلح مخادع جدا. صح. وبعدين صح. مش موجود في أي ديانة غير في الإسلام. يعني مثلا ما سمعتش أبدا إن في حاجة اسمها هندوسية وسطية أو يهودية معتدلة. دي مش موجود غير في ومحمد ما قالش انا امرت ان اقاتل الناس حتى يصيروا مسلمين معتدلين. لا ما هو الـ 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 الاسلام الاسلام هو حاجه واحده يعني كله. ولما تعلمنا الاسلام احنا في المدارس ما علموناش انه بني الاسلام المعتدل على كذا. بني الاسلام وخلاص. مثلا في القرآن يعني مثلا أجي في الإسلام المعتدل ده أجي ألغي سورة التوبة وسورة الأنفال وسورة البقرة كل الصور اللي فيها آيات القتال والجهاد دي ألغيها عشان كده أبقى معتدل ما ينفعش. تعرف أنا بسميه إيه يا أخ مينا؟ الإسلام الكيوت. عايزين يعملوا إسلام الكيوت للغرب. ده برودكت منتوج للغرب للتصدير. ده مخادع. هو مفهوم مخادع بيقدمه لبعض الناس عشان خاطر يظهر بصورة كويسة. لكن هو ما فيش حاجة اسمها إسلام معتدل وإسلام متطرف. هو في حاجة اسمها إسلام صح وإسلام غلط أو مفهوم صح للإسلام ومفهوم خطأ للإسلام. صح. نقطة تانية أنا مش قارئ جيد في التاريخ ومش ما عنديش قراءات متعددة لكن أنا على حد معلوماتي ما سمعتش عن أي إرهاب ديني في القرن العشرين أو في التاريخ الحديث غير الإرهاب الإسلامي. ما سمعتش حاجة اسمها جيش بوزة. ما سمعناش عن حاجة اسمها جمعية أنصار التوراة أو منظمة أنصار التوراة اليهودية. ما شفتش إرهاب ديني غير في الإسلام. ممكن تحصل حوادث قتل على أساس ديني بس بتبقى حاجات فردية وملهاش ما يدعمها من نصوص دينية. يعني ممكن تلاقي مثلا في الهند مثلا مشاحنات أو مشادات ما بين هندوس ومسلمين كده بس ما فيش نصوص بتدعم العنف اتجاه المسلمين في حين ان العكس موجود. فدي ما اقدرش اسميها ارهاب دين ده انا بسميه ارهاب افراد. طيب متفق معك. شكرا لك. عندك اي اضافه ثانيه؟ لا انا كنت بس بحب اكد ان انا متفق معاكم ان في فرق بين الاسلام وبين المسلم. بنفرق بين الدين وبين الاشخاص. طبعا ده اكيد. لكن الاغلبيه صدقني اغلبيه المسلمين اللي بيناقشوا معايا استاذ مجدي والاخ فينا انه دائما يقولون يعني انت بتشتم المسلمين. يعني لحد الان المسلم العادي البسيط لا يستطيع التفريق
بين الإسلام والمسلم. وده عارف المدعي العام الدنماركي قالها كده في مرافعته. معلش نعطي فرصة لأخ مين يكمل وبعدين نرجع للنقاش. تفضل أخ مين. هو أنا كنت أنا معاك إن المسلم لما تيجي بتهاجم العقيدة وبيعتبر إن الهجوم ده موجه ليه نفسه بسبب احنا في الشرق الاوسط وفي مصر عامه الدين ده بتبقى حاجه غاليه جدا جدا عندنا سواء كان مسيحي او كمسلم. اي حاجه بتمسها بيحس انها بتمس شخصه هو. فعلى هذا الاساس هو بياخد الكلام اللي حضرتك بتقول انت بتنتقد الافكار. انا عارف انت بتنتقد الافكار لكن يعني لكن لماذا لم يخرج المسيحيون في مظاهره في مصر ويقولون للمسلمين انتم بتشتمونا؟ لما بيسمعوا طول الوقت يسمعوا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. ولا مره سمعت واحد مسيحي طلع ويقول لهم انتم بتشتمونا، انتوا يا كفره يا مجرمين بتشتموا. يعني لماذا المسلم وحده يريد ان يحتكر فكره انتقاد الناس كلها لكن ديني ما تنتقدوش؟ انا انتقد الاديان كلها. دي حاله الفصام اللي هو بيعيشها يعني المسلمين كتير، ان هو حاسس ان هو ممتلك الحقيقه المطلقه، وان هو حابب يبص للناس الثانيه انها مواطنين من درجه ثانيه وثالثه ورابعه، بيبص للبشر الثانيين اللي موجودين مثلا في اوروبا وفي امريكا ان هم اقل منه ويمكن اقل من الحيوانات كمان. اشكرك اخي مين، اشكرك. شفنا المسيحيين واليهود وش اعطتني نبذه، يعني هي لمحات، يعني لقطات، يعني لو دخلنا في المناهج ده لازم دراسه. لا اذا كتب واسعه دراسه تاخذ سنه او اكثر، يعني حتى الواحد يطلع منها كل الذي قيل عن المسيحيين. مظاهر التطرف الاخرى في مناهج الازهر كثير. اعطيني البعض. وللمسلم قتل الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاه ومن عليه قصاص وإن لم يأذن الإمام في القتل لأن قتلهم مستحق، ثم بعد ذلك يأكل منه ما يشاء. كتاب الشرح الصغير ثالثة ثانوي. يعني ممكن تقتل قاتل الصلاة والزاني والمحارب وتأكل منهم كما تشاء، يعني تأكلهم، يعني تقتل ترك الصلاة وتأكله، تقتل ده لو عملها داعش في فيلم طلعوا قالوا إنه هذا ليس من الإسلام، وهم يمكن مش عارفين إنه بيدرسوه للناس. ده لسه داعش ما أكلش الناس، يعني قتل اقل، لسه ما وصلش لمرحله الاكل، لسه ما وصل. لا يلزم الزوج لزوجته دواء او اجر الطبيب اذا مرض لان ذلك ليس من حاجتها الضروريه المعتاده، وكذا لا يلزمه ثمن طبيب وحناء وخضاب ونحوه، وان اراد منها تزيينا او قطع رائحه كريهه واتى بها لزمها. يعني ما يدهاش لأجر الطبيب ولا كفن ولا أي حاجة ولو كانت فقيرة ولا شيء، لكن يعني هذا ليس ملزما لا. ولكن لو جاب لها حاجة زينة قال لها تزيني بيها غصبا عنها تعملها. لازم اقول الامر ده لوالدي، يعني الروض المربع الروض المربع بشرح زاد المستنقع ثالثه ثانوي. ده لا نفق على من تم اغتصابها، الاختيار لتعليل المختار للثانويه. لو استاجر الرجل المسلم امراه ليزني بها او وطأ اجنبيه فيما دون الفرج او لاط فلا حد عليه ويعذر، الاختيار لتعليل المختار. إن الزنا في دار الحرب والبغي لا يوجب الحد، يعني لو رحت دار الحرب بتحارب مسلم كفار إذني كما ما فيهوش حد الزنا في الحالة دي، الاختيار لتعليم. من غصبها غاصب فلا نفقة لها، ولو سلمت له مريضة فلا نفقة لها، المفروض تجي له سليمة. لو جاب واحدة يعني رد المربع في جرح زاد المستنقع. للمضطر أكل آدمي ميت إذ لم يجد ميتة غيره، واستثنى من ذلك إذا كان الميت نبيا فلا يجوز الأكل. لو الميت أما إذا كان الميت شوف بقى الحتة الحلوة دي بقى، أما إذا كان الميت مسلما والمضطر كافر، يعني أنت ممكن المسلم يأكل أي حد إلا النبي، لكن لو كان الميت مسلم والمضطر على الأكل كافر فلا يجوز، لأن في أكله منه لأن الأكل منه تدنيس لشرف الإسلام. يعني المضطر المسلم يأكل الكافر والمضطر الكافر ما يأكلش المسلم. وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمي فلا يجوز طبخها ولا شيئها لما في ذلك من هتك لحرمته. يعني أنت ممكن تأكل أي بني آدم ميت ني بس ما تشوهوش ولا تطبخه، بس ما تأكلش النبي.
يعني اي نبي، اي نبي هو كم نبي في الدنيا عشان تقول؟ لكن الكافر بقى لو كان مضطر وهيموت من الجوع. كلام فارغ يعني بصراحه كلام فارغ يعني. خليني يحل اكثر يحل اكل ده كلام بيتدرس لطلبه الثانوي اعدادي، يحل اكل الادامي. طيب ليه بنتساءل احنا عندنا تخلف؟ ليه بنتساءل؟ هو اصلا السؤال لا يجوز. اسمع بقى، ده سؤال لا يجوز انك تسال لماذا نحن متخلفون. لا شوف اسمع حتى دي اكتر بقى، يجوز اكل الادمي وقت المجاعه بل اكل الانسان لبعض جسمه، ولكن اسمع بقى، لا يجوز اهداء الانسان حته من جسمه لحد ياكلها. ده الاقناع في حلقه الفصل. بتدرس ده يا مان في مصر؟ بيدرس في الثانوي، ثانوي اعدادي في مصر. يس يس، يعني لو تخرج واحد تلميذ يعني انت بتخرج ايه؟ لا ده وحوش، ده لو طبقوا اللي بيعملوه. وللمسلم قتل اسمع انا مش قادر اسمع. لا لا، وللمسلم قتل المرتد واكله، تقتل المرتد وتاكله، وقتل حربي ولو صغيرا او امراه. لحد الان داعش ما قتلش حد واكلته. بقول لك لو صغير، طفل يعني صغير، يعني داعش ارحم من الازهر يلي الذي يقول انه داعش الان طالعين الان يقولون داعش ارتكبت ومش عارف ايه ونطبق حد الحرابه. لحد الان داعش لم تطبق ما يوجد في المناهج المدرسيه الازهريه، لحد الان ما اكلتش حد. معلش اخ مجدي، وصل وقت نحط اعلان ونعود لاكمال الحلقه. لماذا انا مسلم؟ هل اخترت ديني في يوم من الايام؟ لماذا هناك ارهاب وقتل؟ لماذا يذبح الإنسان أخاه الإنسان باسم الله؟ لماذا يقتلون ويصيحون الله أكبر؟ ماذا؟ كيف؟ ولماذا؟ مجرد سؤال لكنه قد يغير حياتك. سؤال جريء كل ليلة خميس مباشرة على قناة الحياة. عودة مشاهدينا لإكمال هذه الحلقة من برنامج سؤال جريء، وعنوانها الأزهر ونشر التطرف، وضيف الحلقة الأستاذ مجدي خليل. كنا نتحدث يعني أنا خلاص ما تسمعش يعني كتير. كفاية شيء وأكل كتير أنا لا أريد أن أسمع، يعني الواحد حتى تسد نفسه لو كان أمام الأكل. صدق نيجي لي الأزهر يقول أنه لا يكفر أحدا، عندما راجت أخبار بأنه كفر داعش قال أنا لا أكفر. صحح يعني اوعوا تفهموا غلط، أنا ما كفرش، أنا كفرت داعش لأني أنا لا أكفر أحد إطلاق. أنا ما رضيتش أكفر داعش لأن أنا ما كفرتش حد، لأن ده مش من صفاتي، مش من سماتنا نكفر. من سمات الأزهر أنه لا يكفر أحد. طبعا أنت تعلم وأنا كل الناس تعلم نعلم أن الأزهر يكفر، أنا لكن لعلة ما في نفس يعقوب لم يكفر داعش. خلينا نتكلم عن لماذا لم يكفر داعش لاحقا. قل هل فعلا الأزهر لا يكفر أحد؟ الأزهر كفر أعمدة مصر. أنت مين أحسن ناس في مصر؟ طه حسين اللي هو صاحب عميد الأدب العربي، نجيب محفوظ صاحب نوبل، نصر حامد أبو زيد المصلح، فرج فودة، علي عبد الرازق المصلح الكبير، كله كفر. أنا جايب لك 25 نموذج حالة تكفير بالنص عشان ما يتهربوش منها بالنص، واخد بالك؟ حكم هيئة كبار العلماء سنة 25 في كتاب الشيخ علي عبد الرازق اللي اتكلمنا عنه، لا يعتبر ملحدا من يقول أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاغ الشريعة فقط بدون الحكم والتنفيذ، لأنه قال كده، قال ان هو فردوا عليه وقالوا يعتبر ملحدا. طبعا اللي يقول ان النبي جاي يبلغ رساله من غير حكم، النبي حكم. طيب، ومثل انكار اجماع الصحابه على وجوب نصب الامام والخلافه، يعني اللي يقول ان مفيش خلافه ومفيش ملحد يعني انت ملحد، يعني اتهموه بالالحاد.
ومن يقول أن ويعتبر ملحد من اعتبر الجهاد في سبيل الملك وليس في سبيل الدين، يعني هو قال إن النبي قتل لأجل السلطة. لأجل هو أبو بكر قتل لأجل السلطة والخلافة الإسلامية. يصير ملحد برضه. يصير ملحد. لما قلت على معاوية إنه قتل من أجل السلطة، رغم أن معاوية نفسه قال لهم أنا ما خدتش ما وليتها بفضل منكم، ولكن جلدتكم بسيفي هذا مجالدة. هو بيقول لهم أنا خدتها بالسيف وأنا أعمل جاي عشان أعمل ملك كسراوي زي كسرة. أنا جاي كده. هم بلا، أنت عارف أنه بيقولوا سيدنا معاوية رضي الله عنه في الأزهر وبيقولوا إلعن يزيد ولا تزيد، يعني ممكن تتكلم عن يزيد وتلعنه عشان كان لكن وقف عند معاوية. إلا ده سيدنا معاوية بتاع الفتوحات، رغم ان هو معاوية بيقول لهم انا مش كده. معاوية بينطق بيقول لهم انا مش كده. طب معلش ممكن تكمل لي عن موضوع ويعتبر ملحدا من تكفير ما يعتبر ملحدا من قال ان الزكاة اعطيت لابو بكر كملك سياسي وليس كخليفة، يعني الزكاة تتعطى للامام ده. وبعدين راحوا جردوه من شهادة العالمية رغم انه كان علي عبد الرزاق. علي عبد رد عليهم قال لهم الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعفاني من قرفكم. طه حسين في الشعر الجاهلي سنة 26، تقرير هيئة كتاب العلماء عن كتاب الشعر الجاهلي: الكتاب كذب القرآن صراحة وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي نسب الشريف ونسب الخرافة والكذب للقرآن العظيم، وهاجى بذلك سائرة المتدينين، ولهذا نطالب باتخاذ الوسائل القانونية الناجعة ضد الطعن على دين الدولة الرسمي وهو الإسلام. وطبعا يعني بما معناه انه كافر. طبعا كافر اللي يطعن في الاسلام ويكذب القران يبقى ايه؟ اللي كذب القران يبقى ايه؟ محمود محمد طه اللي هو السوداني الشهير اللي هو عمل كتاب تقرير مجمع البحوث الاسلاميه على كتاب ما جاء في كتاب محمود محمد طه الرساله الثانيه من الاسلام هو كفر صراح ولا يصح السكوت عليه، فالرجاء اتخاذ ما ترونه من مصادره هذا الفكر الملحد والعمل على ايقاف صاحب هذا النشاط الهدام وخاصه في بلدكم الاسلام العريق. مجمع البحوث الإسلامية واتقتل طبعا اعدم وهم بسبب هذا الأمر. طب بسبب تكفيري. بسبب تكفيري طبعا. بيان جبهة علماء الأزهر ضد فرج فودة 1 يونيو 1992 12 في جريدة النور الرسمية المصرية الدينية اللي بتمولها الدولة. جبهة علماء الأزهر بتقول إن فرج فودة كافر وملحد ويحق لأحد الناس قتله بدون أي خروج على الدين. 8 يونيو تنفذت البتاعة واتقتل فرج فودة. وذهب الشيخ الغزالي بعد ما اتقتل عشان يبرئ قتله ويقول ان لا جريمه على احد الناس اذا قتل المرتد، وفرج فودة كان مرتدا. الشيخ الغزالي احد اكبر ذهب لفين؟ للمحكمه عشان ذهب للمحكمه لتبرئه القاتل. تبرئه القاتل ده الازهر اللي ما بيكفرش حد. ده الشيخ الغزالي ده هو اكبر، يعني تقريبا هو اكبر عمود، اكبر من الشعراوي. يعني الغزالي يليه الشعراوي يليه القرضاوي، دول الاعمده الثلاثه الكبار في تاريخ الازهر في الخمسين سنه الاخيره. جابهة علماء الأزهر ضد سيد القمني: ما نشره سيد القمني كفر بواح لا يحتمل تأويلا، لقد خرج سيد القمني عن كل معالم الشرف والدين ولقد تأكدت ردته. الشيخ محمد عبد المنعم البري للشيخ الأزهري يعني كفره حتى القمني. طبعا سيد القمني محمد عبد المنعم البري الشيخ أزهري كبير. سيد القمني كافر ومن يعين الكافر فهو كافر. على اللجنة لدته جائزة الدولة التقديرية: من يعين الكافر يعني كفر 60 مثقف معه. يوسف البدري حسن حنفي علماني يوسف البدري ده أزهري. حسن حنفي علماني هجالي مركزي خارج عن الملة وسيد قمني كفر المرتد. نجيب محفوظ أولاد حارتنا. نجيب محفوظ فتوى عمر عبد الرحمن والشيخ خشك وعمر عبد الرحمن قالوا أن نجيب محمود نشر عمر عبد الرحمن أزهري. طبعا طبعا ده كعميد كلية أزهرية. احنا جايين لقائمه الارهابيين الازهريين. دول قائمه هتلاقيهم بقى ايه من اللي اسس الجهاد في افغانستان اللي هو عزام عبد الله عزام. لو انت قلت مين انا جاي للقائمه. فتوى عبد الرحمن ده قال لك ان ده ملحد وزنديق وكافر وانه يحق اهدار دمه. وبعدين قبل كده سنة 57 محمد الغزالي عمل تقرير أن هذه الرواية تطعن في الله وفي الأنبياء وفي الدين وفي كده. سنة 57 جه في الثمانينات فتوى رسمية من عمر عبد الرحمن والشيخ كشك الاثنين فتوى مشتركة بتكفيره. طيب فتوى الشيخ الشعراوي بتكفير أحمد صبح منصور. طبعا أحمد صبح منصور كافر بإجماع الشيوخ، يعني القرآنيين دول كافر مش محتاجين كلامنا، يعني مش الشعراوي بس اللي كفروا، كل من هب ودب كفر. طب أنا عندي ملاحظة. فتوى عبد الصبور شهيد
الدين بتكفير ومجمع البحوث الإسلامية بتكفير نصر حمد أبو زيد، أشهر قضية، وأنه كافر ومرتد ولا يجوز له، وأنه في حكم الميت ورفع على النار. تقرير مجمع المحافظ في قضية شرف ليلى لحلمي سالم، القصيدة تحمل إلحادا وزندقة وكفر صريح، وطلبه بسحب جائزة الدولة منه. فتوى نصر حمد أبو زيد أحد كبار شيخ الأزهر ومفتي مصر الأسبق بكفر وزندقة نوال السعداوي. فتوى سالم عبد الجليل اللي قالها من شهرين أو شهر بتكفير أحمد حرقان، وقال أي مسلم يقتله لا جريمة عليه على التلفزيون الرسمي. واخد بالك؟ تقرير مجمع البحوث الإسلامية، كلهم دول مسلمين أزهريون يعني. لا قصدي الناس اللي كفروهم مسلمين. طبعا من طبعاً. أصحاب القبلة برضو من طبعاً. أصحاب الشهادة طبعاً. ومن اللي بيقولوا الشهادتين، وكلهم ده سيد القمني نطق الشهادتين على الهوى يعني. مش تقرير مجمع البحوث ضد رواية مسافة في عقل رجل بأنها رواية بها كفر وزندقة وإلحاد وإساءة للرسول والأنبياء ولجميع الأديان وصاحبها خارج عن الملة، خد 9 سنين سجن. تقرير مجلس آخر حاجة رواية كرم صابر أين الله، انها روايه ملحده تسيء الى الله عز وجل واسلام وتنشر الحداد والزندقة. طيب محمد عبده، شوف بقى محمد عبده الامام الكبير اللي هو بيفتخروا بيه ان امام كبير، محمد عبده، محمد عبده افتى بلبس البرنيطه بدل الـ بتاع التربوش التركي، طبعا اتهموه علماء الازهر بالزندقه برضو على دي، وراح تقدم استقالته من الازهر، قالوا عليه زنديق وكافر على محمد عبده. فقال ايه بقى محمد عبده؟ واحد قال له في جلسة، قال له ما انت كل اللي اتعلمته من الأزهر ده في كتاب أحمد أمين زعماء الإصلاح، قال له أنا ندمت على السنوات التي قضيتها في الأزهر، محمد عبده. فقال له أحدهم ألم تتعلم أنت في الأزهر وقد بلغت ما بلغت من طرق العلم؟ فرد عليه محمد عبده ما حصلته لم أحصله إلا أن بعد أن مكست 10 سنين أكنس من دماغي معلقة من وساخات الأزهر. بالنص مسكين يعني. محمد عبده قال له، بيقول له انت اتعلمت في الازهر؟ فقال له انا اتعلمت ايه في الازهر؟ ده انا اللي انا وصلت ليه من علم وفهم بعد ما قعدت 10 سنين اكنس وساخات الازهر ولم ابلغ، والى الان لم يبلغ ما اريده من النظافه. يعني انا ده الامام محمد عبده بيقول انا قعدت 10 سنين انظف وساخات الازهر، وحتى هذه اللحظة ما نضفش عقلي كله من الوساخات اللي خدتها من الأزهر. ده محدش يقدر يطعن على محمد عبده. حد يقدر يطعن على محمد عبده؟ بيقول إن اللي أنا اتعلمته في الأزهر مجرد وساخات. طيب حتى السادات، هل تعرف إن السادات لم ينجو؟ 3 أفتوا بقتل السادات، وطلع عبود الزمر قال إحنا نفذنا وصية كبار العلماء، ابن باز وعمر عبد الرحمن وصلاح أبو إسماعيل. صلاح أبو إسماعيل شيخ أزهر كبير، أبو حازم سلفي، بس أبوه كان شيخ أستاذ في الأزهر. واخد بالك؟ طيب أنا أقول لك لسه تاني، طبعا أقول لك فتوتين خطيرتين جدا طلعوا من الـ من الـ من الشيخ. ما عندناش وقت كتير أخ مجدي، خلاص مش وقت، فخليني أخذ بس مكالمة من الأخت جورجيت من أمريكا ونكمل. يعني أنا أقول لك أنا تفضل يا أختي. ألو سلام ونعمة أخ رشيد. سلام ونعمة، تفضلي. سلام ونعمة أستاذ مجدي، ربي ساعدكم حتى تخرجون النور إلى العالم. أنا ما أريد أطول، إحنا فرحانين ونهني اللي لاقوا أولاد الملك، اللي لاقوا ملكهم في السماء وهم مرتاحين وفرحانين ونعزي أهاليهم. بس أريد بالرغم من كل هذا اللي إحنا دا نحكي صار مكرر، فمن الأستاذ مجدي خليل ومن هيئات رسمية أنه هذه الكتب والمناهج التي تدرس بالأزهر تؤخذ منها نسخ أصلية تقدم إلى المنظمات الإنسانية الحقوقية حتى يشوفون من الذي يدرس ويخرج الإرهابيين. ليس المفروض أن يطلع على التلفزيون ويقول إحنا نكفرهم أو إحنا راح نقطع إيديهم ورجليهم. إحنا ما نريد أحد تقطع إيديه ورجليه، إحنا نريد الناس يتنظف دماغها، عقولهم تتصفى ويعيش العالم بسلام. إذا هذا الأزهر لم يتنقى وهذه المناهج إذا ما تمحى وتغسل أدمغة الأجيال، العالم مقبل على دمار كامل. تقدم هذه المناهج إلى الهيئات الرسمية. فكرة جيدة التي تقضي. يريد حد ترجم هذه المقاطع وحطها في ملفات رسمية ويقدمها للمنظمات الحقوقية، لأنه مشكلة أنه موجودة بالعربي ومنظماتنا الحقوقية في العالم العربي يعني كان الله في عونها. أشكرك. يعني عندي سؤال بحاول أصيغه بالطريقة المثلى، أنه
لما سئل شيخ الأزهر عن المسيحيين قال أنا كافر بالنسبة لهم وهم كفار بالنسبة لي. لما سئل عن داعش قال أنا لا أكفر أحد. نعم. طب على الأقل لماذا لم يقل أنا كافر بالنسبة لهم وهم كافرون أو كفار بالنسبة لي؟ لماذا لم يستخدم نفس الأسلوب يعني؟ لا مع المسيحيين كان بيراوغ، مع داعش كان واضح أنا نحن لا نكفر أحدا، يعني هم مسلمين عاملين ذنوب ومعاصي، مهما بلغت ذنوبهم ومعاصيهم هم مش كفار. هو ده اللي الترس الإسلامي صراحة هو قال إيه تعليق؟ هو صراحة قال الصح، بمعنى أني هو كفر ناس. قالت هو عنده نظرية مختلفة في التكفير. تعريف شيخ الأزهر أحمد الطيب نفسه بيقول وغيره كلهم متفقين في التعريف ده، أن من أنكر جزءا أو كل من رسالة محمد فهو كافر. فبيعتبر المفكرين، كل المفكرين الكبار الكبار الكبار، وأنا كنت جايب لك 25 نموذج. يعني احنا قرينا بتاع 10-15 بس كان في حوالي 25 نموذج كبار الكبار المفكرين دول، يأنكر جزء يطعن في جزء يشغل عقله في جزء يبقى كافر وفقا لنظريتي فهو كافر. أما داعش فهي لا تنكر أي جزء، أولا من أهل التوحيد، من أهل القبلة بيصلوا، وأن المسلم مهما بلغت ذنوبه لا يكفر، لأن الذنب ممكن يغفر لكن الكفر في الخروج عن الملة بما يتعارض بنقد في الإسلام أو محمد. لو شغلت عقلك وأنكرت شيء من الإسلام أنت كافر، يبقى بالضبط أنت داخل في صف الكفر طبعا. وطبعا المسيحيين طالما هم بيرفضوا المعتقدات المسيحية هم كفار أصلا. طبعا طبعا طبعا. الذي في أفعاله يحرق ويقتل حتى لو كانت غلط يسير، الإرهابي ليس قاتلا في فكر الأزهر طالما أنه يقبل الإسلام كله. الإرهابي ليس قاتلا. ثانيا ده مهم بقى، ده الأهم بقى، الأزهر داعش ما عملتش حاجة خارج من نطاق مناهج الأزهر. داعش بتطبق مناهج الأزهر تطبيقا، مش بس فكر، لا فقه الأزهر وفقه شيوخ الأزهر الكبار والكتب التي تدرس للتلاميذ والكتب الكبيرة التي يدرسها الأزهر وعلماء. ده لسه ما وصلتش للأكل، ده لسه ما وصلتش للأكل، لأن الأكل موجود في الكتب. يبقى هم متفقين هم وداعش في النظرية، هم مختلفين في التطبيق. بمعنى المسيحيون كفارا ومشركين ويجب قتلهم، ويجب قتلهم. نيجي للتطبيق، أنا هقتلهم الآن، يقول له اصبر عليهم على الضالين دول ممكن نجيبهم الاسلام، او لو قتلناهم يفتح يشوه الاسلام والعالم يهيج علينا، ففقه الضروريات مش عارف ايه الاولويات وفقه الاولويات وكده. يعني هم مش مختلفين في ان المسيحيين كفار يجب قتلهم، يجب كفار محاربين لانه مش خاضعين للجزيه، مش مذلولين، مش فلا تنطبق عليهم. ده كفار ومشركين. كفار ومشركين اليهود المسيحيين يجب قتلهم، وبالتالي داعش بتنفذ بالظبط. يبقى هم متفقين في نظريه التكفير، نظريه التكفير الشامله الموجوده في الازهر تطبقها داعش وتؤمن بها، هم متفقين في النظريه. ده المهم. معلش في فيديو ل يعني اعلامي مصري ابراهيم عيسى عندكم يتكلم عن هذا الموضوع، عن تكفير داعش او تكفير الازهر لداعش، نشوف الفيديو. لما قال لك احنا مش هنكفر داعش، مش هنكفروا داعش لأنه ضد التكفير، طب كويس، ادي كتاب أصول الدين للصف الثالث الإعدادي، أصول الدين لسنة ثالثة إعدادي أزهر، أهو العام الدراسي 1435-1436-2014-2015، ده بعد التطوير، مكتوب تحت أهو لجنة إعداد وتطوير المناهج بالأزهر الشريف. ماله ده يا جماعة؟ نفتحوا، مش دول اللي مكفروش؟ افتحوا لنا يا جماعة صفحة 14 نشوف فيها ايه. الايمان، نخش بقى الايمان بالنشر والاجبال اللي هو ركن من اركان الايمان، ومنكره كافر، كافر غيره. حول الصفحة اللي بعديه، ده احنا بنقول للعيال هم في سنة ثالثة اعدادي، الايمان ومنكره كافر، لانكار معلومة دي بالضرورة. حول، اصل احنا ما بنكفرش حد. خش الحساب، الايمان بالحساب ومنكره كافر، لانكار. وانت مش عايز تقول عليه كافر يا سيدي؟ انا بقول لطلب الثالثة اعدادي اهو اللي انت بتقول لي انا ما بكفرش حد، بتعلم العيال الكفر اللي هو ايه؟ التكفير. تعلم العيال التكفير، انك انت بتعلمه احكام بالتكفير. طب نكمل الموضوع، ما وقفش عند كده. يلا كل صفحه فيها كده،
حكم الإيمان به الذي يجعل العبد يؤمن به بإذن الله أن هناك منكر ذاك كافر بإجماع العلماء. يلا يا جماعة في حتة لا يعد منكره كافر الحمد لله، أهو الإيمان بصراط واجب ومنكره كافر لإنكار معلومة من الدين بالضرورة. طبعا أنت ممكن سهل يرد على أي حد يقول لي أنت مش عايزهم يكفروا دول، أي خلاص يعني أنت بتكفر أهو ما تقعدش تقول يا ما أقدرش أكفر حد. أمال دول إيه؟ رايح جاي في تالتة إعدادي ده كافر ده كافر ده كافر ده كافر ده كافر حكمه كافر 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 كافر. طب ما تسيبه ما تستنى لغاية تالتة ثانوي، طب ما تستنى لغاية تالتة جامعة وتقول له مين اللي كافر ومش مين اللي كافر. من تالتة إعدادي تعال نكمل، احنا ما وقفناش لسه تعال كل حاجة أهو حكم الإيمان إيه به، ومن أنكر وجود ثواب العقاب فهو كافر لإنكار كافر. يلا يلا بتاع تالتة إعدادي الإيمان بالجنة والنار واجب ومنكرهما كافر. يلا لإنكار شيء علم بمشهور ماشي، حكم الإيمان بالملائكة والذي ينكر وجودهم كافر لإنكار ما تقوليش ما بكفرش، ما هو بقى ده اللي بيضايق بقى، ما تقوليش ما بكفرش. انت شغلتك كثير اهو، هتقولي هو هذا امر يمكن معه السكوت عن التكفير، ايوه خلاص يعني انت بتكفر، يعني انت بتكفر، يعني انت اصول الدين عندك في ثالثه اعدادي اصول التكفير مش اصول الدين. ثالثه اعدادي ثالثه اعدادي اصول الدين هو اصول التكفير كله، ها اللي ينكر ملائكة كفار، اللي ينكر الصراط كافر، اللي ينكر كذا كافر، اللي ينكر كذا كافر محدد له. يعني انت لو امنت بالاسلام كله وقلت انا اريد ان افكر في مسألة الملائكة، ما واحد شيخ ازهر اسمه عبد الحميد بخيت طلع كتاب في الستينات قال ان الصيام رمضان مش فرض على المسلمين، كفروا لكن يعني تحرق واحد لا مثل معاذ الكساسبة، لا ده مش كفر، ده مش كفر، ده مجرد ذنب تتوب عنه. ده مجرد ذنب تتوب عنه، لا ده شيء شيزوفرينيا صح. طب من هم القادة الإرهابيون الذين كانوا أزهريين؟ أنا طبعا قعدت أبحث في 30-40 قائد عشان مش أقدر أجمع كل الناس، ده مئات وألاف إرهابيين طلعوا من الأزهر، بس أنا أقول لك قائد. هم يقولون أنه ما عندناش حد طلع إرهابي من الأزهر. اسمع، عبد رب الرسول سياف بتاع افغانستان، ماجستير في الحديث الشريف جامعه الازهر، برهان الدين رباني ماجستير في الفلسفه الاسلاميه من جامعه الازهر، عبد الله عزام مؤسس الجهاد كله، الابروحي لبن لادن والقاعده وكل ماجستير ودكتوراه في اصول الفقه جامعه الازهر، عمر عبد الرحمن استاذ جامعه الازهر، يوسف القرضاوي اللي قال اقتلوا القذافي واقتلوا بشار وكفر البشر كلها، استاذ طبعا استاذ كبير بالازهر، وجدي غنيم كليه الدراسات الاسلاميه بالازهر ومعهد سموحه الازهري بالاسكندريه، وجدي غنيم طبعا وجدي غنيم اللي طلع من معهد سموحه بالاسكندريه الازهري واخد كليه الدراسات الاسلاميه، محمد تولي الشعراوي استاذ بجامعه وجد غنيم ده درس كليه التجاره بس بيدرسه بعديها يعني درس وتخرج وتلميذ معهد سموحه الازهري وتخرج من كليه الدراسات الاسلاميه، محمد تولي الشعراوي ابو الارهاب والتطرف استاذ بجامعه صلاح ابو اسماعيل الذي افتى كفر السادات استاذ بجامعه، ايمن الظواهري هو طبيب عيون بس تربى فين؟ جده شيخ الازهر لأحمد الظواهر، امال هو خد الافكار دي منين؟ جده شيخ الازهر، شيخ الازهر كله كان جده، عبد الصبور شاهين مكفر نصر ابو زيد، الشيخ محمد الغزالي مكفر فارق فوده ومكفر نجيب محفوظ ومكفر ده كان استاذ كبير، صفوت حجازي ماجستير شريعه جامعه الازهر، محمد رشيد رضا عميل الوهابيه الكبير في مصر، استاذ حسن البنا كان استاذ بجامعه الازهر، يوسف البدري بتاع الحزبه والتكفير ماجستير في الفلسفه الاسلاميه، سالم عبد الجليل اللي كفر سيد القمني عليها، ومحمد عماره اللي دعا لقتل المسيحيين، ده مش يشرف على رئيس تحرير مجلة الأزهر لحد دلوقتي يعني، محمود شعبان اللي قال هتقولي راجل ده اللي كفر لجنة الإنقاذ المعارضة المرسي وقال بتاع الحذاء اللي قال اقتلوهم كلهم نجابة الإنقاذ، ده ناصر فريد واصل ده أستاذ كبير أفتى بكفر نوال السعداوي، محمد عبد المنعم البري اللي قال إن كل كتابات سيد القمني زبالة وإنه كافر وحسن حنفي كافر، حلبوشة رئيس جامعة علماء الأزهر تقريبا ما سابش حد ما كفروش، ده دي بعض النماذج فقط بعض النماذج، لا انت لقيت بقى الرؤوس بقى الكبيره القرضاوي الشعراوي الغزالي عبد الله عزام عمر عبد الرحمن عبد الرب الرسول سياف اللي اسسوا الجهاد برهان الدين رباني رؤوس الارهاب
والعيال اللي تحتهم الارهابيين دول مجرد توابع، لكن انت بتتكلم على رؤوس الارهاب. وما احصيناش من الشباب اللي التحق، يعني لم نحصي من اللي التحقوا بداعش دلوقتي والالتحقوا بالجهاد زمان. انا جبت 20 30 40 اسم بس، قلت هبحث عنهم في ويكيبيديا اشوفهم واشوف كل درسوا ايه وعملوا ايه. انا ما اقدرش ابحث في 20,000 واحد ارهابي. انت لو بحثت تلاقي اغلبهم طالعين يا اما بصراحه يا اما من الازهر يا اما من الجماعات الوهابيه في السعوديه. طب دور الازهر في مصادره الكتب، يعني عاوز اقول لك حاجه، مئات الكتب صادرها الازهر. انتوا عندكم الجهه المخوله لمصادره الكتب هي الازهر دلوقتي، قال لك القضاء، بس الازهر فاتح مع مباحث امن الدوله. يعني مجمع البحوث الاسلاميه ومباحث امن الدوله، بل العكس، ان الازهر هو اللي عين مستشار الشؤون الدينيه لمباحث امن الدوله، اللي هو الراجل ده. اذا اي كتاب ما يطلعش عندكم الا لو الازهر شافه؟ لا ما شافوش، لقوا الحق انه يروح ويسحبه يعمل ضبطيه زي ضبطيه دينيه، ولقاها بيمس الاسلام بدرجه او باخرى تسحبه من السوق، يكلم مباحث امن الدوله ومباحث امن الدوله تسحبه. طب ايه يعني نوعيه الكتب ودوره في هذا الامر؟ كل اللي سحبه انا جايب 105 كتاب بس انا نقول بعض الاسماء الكتب منهم: كتاب الاسلام وصول الحكم سنه 25، كتاب في الشهر الجالي سنه 26، روايه وليمه اعشاب البحر حيدر كل ده كفر الحاجات دي، واولاد حارتنا لنجيب محفوظ، الفتوحات المكيه للمتصوف الكبير محي الدين ابن عربي، ديوان احمد الشهاوي الوصايا في عشق النساء، كل ده لاسباب دينيه جمال بنا مسؤوليه فشل الدوله الاسلاميه في العصر الحديث، ازاي الدوله الاسلاميه فشله، فصدر الازهر. طبعا نوال السعداء وسقوط الامام، والاله يقدم استقالته في اجتماع القمه، ابن رشد وفلسفه ابن رشد بيكرهه طبعا عشان الفلسفه، مقدمه في الفقه اللغه العربيه للوس عوض، قال لك بيسيء للغه العربيه، في الازهر طلع تقرير عنه. الازهر بيروح، مش بس بيروح قدام المحاكم بتقاريره كضد يعني. الحسين سائرا وشهيدا لعبد الرحمن، مش عاوزين يمجدوا الشيعة. سيسيولوجية الفكر الإسلامي لمحمود إسماعيل، الإسلام والقرن الخامس عشر مجموعة من المؤلفين، خلف الحجاب للصناء المصري، حركة آل البيت لصالح الوردان، أي كتب شيعية بيصدروها طبعا. الخطاب والتأويل لنصر حمد أبو زيد، هذا هو قرآن عبد الرزق عفيفي، سينمائية المشهد القرآني لياسر نور، كتاب مدينة معاجز الأئمة الاثنى عشر لسيد هشام. يعني أي كتاب لا يوافق المذهب السني بالفكر الأزهري يتم إقصاؤه ويتم منعه. احنا رصدين 300 حالة في كتاب ازدراء الأديان في مصر، 300 حالة ما بين حرق كتب، ما بين مصادرة كتب، ما بين حكم على ناس نتيجة الأزهر دخل فيهم حكم عليهم بازدراء الإسلام. والأزهر جزء أساسي، لأن لما تروح لازدراء الإسلام، مجمع البحوث الإسلامية ده جهة التكفيرية والعدو الأول للمثقفين والمفكرين في مصر هو مجمع البحوث الإسلامية. طب إيه الحل؟ يعني إيه الحل؟ لأن نحن نتكلم أنه الأزهر دلوقتي أنت بتكلم عن إمبراطورية ضخمة لها ميزانية ضخمة متشعبة في كل أجهزة الدولة، كيف سيتم تغيير، خصوصا أنه الرئيس السيسي الآن قال أنه لازم نغير أو لازم يعملوا شيء، هل تعتقد أنه في شيء سيحصل؟ لا ما يقدرش، لا السيسي ولا غير السيسي. لماذا؟ لأن أنا أديك شرعية دينية، أنت تديني، أنت مالكش دعوة بيا. أنا انت اديتني في الدستور ان انا المشرف على الشؤون الدينيه في مصر، كل شؤون الاسلام، شؤون الاسلام بالكامل من تفاصيلها الالف للياء وفقا للدستور، الازهر المشرف عليها، واخد بالك؟ فبالتالي انت ما تقدرش تنزع مني حقوقا دستوريه اديتها لي. نمره واحد. نمره اتنين، انا لو اتقلب الازهر على اي حاكم واتضم للاخوان المسلمين الدنيا هتخرب، مش هيقدر عليه. فدي ثالثا بقى الاخطر، ان الازهر يستقوى بالوهابيه السعوديه على الدوله المصريه، لان الكثير والكثير من تمويله والكثير والكثير من الرشاوى اللي جايه والكثير والكثير من الاموال المتدفقه على شيوخ الازهر نفسهم جايه من كل شيخ ازهر كان في السعوديه، ده كان بيدرس في جامعه باكستانيه عاملاها السعوديه. ده يعني بتقصد الشيخ احمد الطيب. اللي قبله الشيخ سيد طنطاوي قعد 6 سنين في السعوديه، واللي قبله جاد الحق على جاد الحق جائزه الملك فيصل، فكلهم واخدين فلوس بدرجه او باخرى، واخدين فلوس من السعوديه، مرتباتهم اللي بياخدوها مصر لا شيء جنب اللي بياخدوه من السعوديه. فبالتالي السعوديه لما السيسي ضغط عليهم، هم ضغطوا على السيسي برضه بدفعه وهابيه، اوعى تتنازلوا للحكم في مصر.
يعني خليكم هم اصلا مروج للوهابيه. الازهر المصري احد بعد من السبعينات لحد دلوقتي بعد تدفقت الاموال اصبح مروج للوهابيه، هو خليط وهابي سلفي اصولي اخواني. اشكرك اخ مهدي، اشكركم مشاهدينا على متابعه هذه الحلقه. طبعا كان بودنا ان ناخذ اكثر ونتشعب في الموضوع، لكن يبدو ان المسؤول عن التطرف هي المؤسسات الكبيره الموجوده في العالم الاسلامي ايضا تروج لفكر التطرف وثقافه الكراهيه. فالمسيحيون الذين قتلوا، داعش كانت فقط المنفذ، هناك جهات اخرى حطت المشهد وساهمت في قتل هؤلاء بطريقة أو بأخرى. الأزهر واحد من هؤلاء. أشكركم وإلى اللقاء.